انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة المغربية مريم حسين خلال رحلة برفقة عائلتها، لكن ما تعرضت له مريم في هذه الرحلة أثار امتعاض الجمهور. فالفيديو الذي انتشر يظهر مريم وهي في حالة صراخ هستيري خلال إطعام أحد الجمال. وعلى الرغم من الرعب الذي عاشته مريم، إلا أن عائلتها تعاملت مع الأمر على أنه موقف مضحك وطبيعي رغم رد فعل مريم الصادم. وخلال الفيديو ظهرت مريم حسين وهي داخل سيارة برفقة شقيقها إسماعيل وتحاول تقديم الطعام لجمل خلال رحلة في الصحراء، لكن ما لم تتوقعه أن تتجمع الجمال حول السيارة وتحديداً حول النافذة المجاورة لها للحصول على المزيد من الطعام، حتى أنهم دخلوا إلى السيارة وبدأت مريم بالصراخ بشكل هستيري ولم تتحمل الموقف، إلا أن شقيقها ظل يضحك. مريم حسين نشرت الفيديو عبر خاصية ستوريز على حسابها على إنستغرام وعلقت قائلة: اليوم أخوي إسماعيل طلعني طلعة ما رح أنساها، ليتعاطف معها الجمهور بشكل واسع مؤكدين أن الموقف كان صعب جدا ولا تحسد عليه، بخاصة لأي شخص غير معتاد على التعامل مع الحيوانات. من جانب آخر، كانت مريم حسين قد أثارت جدلاً كبيراً بعد أن نشرت فيديو لها خلال التواجد في الجيم، حيث اعتمدت على إطلالة رياضية جريئة، وهو ما جعل الجمهور ينتقدها بشدة. في الفترة الأخيرة انتشر الكثير من الأسئلة حول زواج مريم حسين، وكانت البداية من خلال سؤال لإحدى المتابعات لها، حيث قالت: مريومة، صح أنك متزوجة مصطفى وبيعيش معك في دبي؟ في كل الأحوال الله يسعدك، شكله إنسان طيب. لترد الفنانة المغربية وتكشف حقيقة ارتباطها، وأكدت أن مصطفى صديقها، وكتبت: لا مستحيل، مصطفى صديق مقرب فحسب. جاء هذا التعليق بعد مشاركة مريم حسين مع الإعلامية مي العيدان، وتحدثت عن فكرة زواجها وأكدت أنها هذه الفترة مشغولة بابنتها، لكنها أثارت الجدل بحديثها عن طليقها فيصل الفيصل. وعلى الرغم من سؤال مي عن زواج مريم حسين من شخص ذو مكانة مرموقة، ردت مريم قائلة: أنا عيوني للجمهور ودائما صريحة معهم، لكن هذا الموضوع خط أحمر، أنا جربت قبل ذلك أن أقول الموضوع على السوشيال ميديا وفشل الأمر، بس اللي أقدر أقوله إني عايشة حياة مستقرة وسعيدة.